أصدقاء اليمن يبدأون غدا اجتماعاتهم في لندن. الأمن القومي يكشف عن توجه استراتيجي لاجتثاث الانفلاث الأمني. وزير التربية والتعليم جاهزون لإجراء الاختبارات العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. يفتتح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ غدا في لندن الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، وستكون رئاسته مشتركة من قبل وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون ووزير التنمية الدولية ألان دينكن. وقد أكدت السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت أن الاجتماع يمثل فرصة لتشجيع صندوق النقد والبنك الدوليين والأجهزة المالية الدولية الأخرى للعمل مع الحكومة اليمنية للبدء في عملية الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة على أهمية هذه الإصلاحات لتعافي ونمو الاقتصاد اليمني. المزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور منير حسن سيف. دكتور منير، بداية نريد تعريف للمشاهدين ما هي مؤتمر أصدقاء اليمن. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر أصدقاء اليمن هو طبعا تشكل في عام 2010، وكان هدفه دعم العملية الاقتصادية أو إنعاش الاقتصاد اليمني. هذا باختصار عادي. نعم، هناك من يقول أنه اجتماع سياسي أكثر منه اقتصادي ولن تستفيد منه اليمن، فما تعليقك على هذه المقولة؟ بالبداية أولا أحب أن أشير إلى أن قضية الاقتصاد اليمني هو اقتصاد، أو نقدر نسميه اقتصاد سياسي بدرجة أولى، ولذلك من ما معنى اقتصاد سياسي؟ يعني هنا اذا حدث استقرار في الامن ينتعش الاقتصاد في اليمن. نعم، يعني ارتباط وثيق، يعني هناك علاقه ترابط شديده، ولذلك ممكن هذا الاجتماع ان يسمى اقتصاد، يعني اجتماع اقتصادي، اجتماع ايضا خاص بالسياسه، الوضع الأمني في اليمن، هذه كلها الموضوعات المتعلقة في التنمية. إذن ما هي توقعاتك لما يمكن أن يتمخض عنه مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سينعقد يوم غد؟ لا أتوقع الكثير، لكن هناك محددات أساسية تقريبا ستناقش في هذا الاجتماع، وهذه الأشياء هي تقريبا الآلية الجديدة التي قدمت من اليمن، ممثلة بالوفد الذي سيشارك في هذا الاجتماع. وهناك أيضا سيتضمن الاجتماع تقريبا أولويات لهذا الاجتماع، تقييم ما تحقق من تقدم في الأهداف السياسية السابقة، ما تم من السابق يعني. وايضا اعتقد سيكون هناك ضمان من الدول المانحه في الدعم، وكيف سيكون الدعم هذا مستقبلا نتيجه لاقرار هذه الاليه الجديده. نعم الخبير، اعتقد انا تفضل دكتور. ممكن ان يكون في المستقبل يعني تحسن في هذه في إدارة الدعم لليمن، إذا نجحوا في اعتماد هذه الآلية الجديدة واقتنعوا بها حتى يتم أيضا التسريع في هذه العملية. نعم، الخبير الاقتصادي دكتور منير حسن سيف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
صدق مجلس النواب اليوم على بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لهذا البروتوكول والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس، الذي أكد من خلالها على ضرورة التفاوض مجددا مع منظمة التجارة العالمية بهدف الحصول على ذات الامتياز الذي حصلت عليه الدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية، وهو فترة سماح 5 سنوات تبدأ من تاريخ المصادقة على الاتفاقية. إلى شبوة، حيث كشف رئيس جهاز الأمن القومي اللواء دكتور علي حسن الأحمدي عن التوجهات الأمنية والعسكرية الجديدة التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا بهدف اجتثاث مختلف مظاهر الاختلالات الأمنية التي رافقت مرحلة التحول التاريخي الذي شهده اليمن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وأكد خلال ترأسه اجتماعا للمكتب التنفيذي بشبوة مع محافظها أحمد بحاج اليوم، أكد على أن هذا التوجه الاستراتيجي لا رجع عنه اطلاقا حتى يتم عودة الامن والاستقرار الى البلاد، مبينا بان مصالح مجموعة من القوى المتناقضة قد اجتمعت على صنع حالة من الانفلات الامني بغرض تحقيق اهداف واجندة خاصة بكل واحدة منها. كما ناقش رئيس جهاز الأمن القومي في لقائه بالقيادة الأمنية والعسكرية ووجهاء محافظة شبوة الاستعدادات الحالية لتنفيذ حملة أمنية شاملة بالمحافظة. إلى التفاصيل. شهدت اليوم مدينة عتق العاصمة الإدارية لمحافظة شبوة تشديدات أمنية غير مسبوقة بعد وصول وزير الدفاع يوم أمس إلى الشركة اليمنية للغاز المسال في بالحاف، وأيضا وصول رئيس جهاز الأمن القومي وقائد وحدات الشرطة العسكرية بالجمهورية إلى مدينة عتق استعدادا لحملة أمنية تحدثت عنها وسائل الإعلام الرسمية. وعلى صعيد متصل، ترأس اليوم الدكتور علي حسن الأحمدي في مدينة عتق اجتماعا بقيادات المحافظة العسكرية والأمنية والمدنية بالإضافة إلى وجهاء وشخصيات المحافظة، ودعاهم للتكاتف من أجل محافظة شبوة ومساهمتهم في الحفاظ على أمن واستقرار محافظتهم التي شهدت اختلالات أمنية في الأيام السابقة. وتطرق الأحمدي في الاجتماع إلى هذه الزيارة التي نسعى من خلالها لرفع الجاهزية واليقظة لكل المؤسسات العسكرية وتنظيم حملة أمنية للتقطعات في الطرقات العامة والقطاعات التي تستهدف مصالح الدولة. إلى ذلك أوضح بأن هذه الحملة ستشمل بعض المديريات والمناطق التي فقدت الدولة السيطرة عليها لاستحداث نقاط أمنية وبسط نفوذ الدولة في كامل أراضي المحافظة، ولم يتحدث عن تفاصيل الخطة الأمنية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية خلال الساعات المقبلة. وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. أكد وزير التربية والتعليم استكمال الإعداد لاختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، وأشار الوزير في تصريح لسهيل إلى أن نسبة الأسئلة المتوسطة الصعوبة وما دون تصل إلى 70%، وهي تأتي موزعة على 4 نماذج للثانوية و3 للإعدادية. وزارة التربية تقريبا استكملت استعدادها فيما يتعلق بالإعداد للاختبارات، يعني أرقام الجلوس قريبا إن شاء الله ستوزع. تم تحديد عدد المراكز الامتحانية، كل المحافظات استعدت، ونقول إن شاء الله يعني مستعدين للاختبار. أؤكد فيما يتعلق بالنماذج، ستكون 4 نماذج للمرحلة الثانوية و3 نماذج للمرحلة الأساسية، هي نفس منهجية العام الماضي. طورنا فيما يتعلق بالإجراءات والآليات إلى جانب أيضا التشريعات، سيكون هناك لائحة يعني ضبط السلوكي تتعلق بالقائمين على المراكز الامتحانية والاختلالات الموجودة فيها، إلى جانب أيضا تطوير لائحة الامتحانات المعنية بتنظيم وإدارة الامتحانات. وإن شاء الله نلتقي في يوم الامتحان ونحن مطمئنين، ثقوا أنه لن تكون هناك إن شاء الله أي صعوبة. الأسئلة جميعها في المتوسط وما دون هو الأغلب بنسبة 70%. ثقوا بقدراتكم، إن شاء الله ستبدعوا وستنالوا التميز إن شاء الله.
مرحبا بكم من جديد. تمكنت حملة أمنية بمحافظة تعز من تنفيذ جملة من الإجراءات والتدابير الميدانية التي تضمنها قرار اللجنة الأمنية بهدف إيقاف النزاع على ينابيع المياه بين عزلتي قراضة والمرزوح بمديرية الصبر الموادم. وأوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد مطهر الشعيبي أنه تم تحريك حملة أمنية وبإسناد وحدات عسكرية إلى المنطقة لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بالانتشار والسيطرة على منابع المياه المتنازع عليها وعدم تسليمها لأي طرف من أطراف النزاع حتى تتمكن اللجنة الرئاسية من حسم الخلاف بشكل نهائي، وكذا إيقاف المواجهات المسلحة وإخلاء مواقع المتمترسين من المسلحين من الجانبين. شهدت مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة احتجاجات غاضبة على قيام مراكز نفوذ بالتلاعب بحصة المديرية من الوقود، متهمين قيادة المجلس المحلي بالتواطي مع عناصر تخريبية. مراسل سهيل زار المديرية ووافانا بالتقرير التالي. شهد مركز مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة احتجاجات غاضبة على استمرار الأمين العام وأعضاء المجالس المحلية بالمديرية بالتواطؤ مع عدد من مراكز النفوذ المتهمون من المواطنين بالتلاعب بحصص المديرية من الغاز والبترول والديزل والغاز. الحقيقة الديزل والبترول موجود في المحطات ونحن نشاهد أنه يباع عبر الدباب بالتقسيط والناس خارج المديرية ومتنفذين أيضا في السوق السوداء، ويوجد على الأرصفة. نطالب مدير المديرية والسلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي وقبل ذلك الأمين العام بوضع حد للتلاعب هذا الموجود. الناس ملوا كون الواحد يطوبر يومين وثلاث وأربع يحصل دبة ديزل أو 20 لتر، وهذا لا يساوي الأيام التي يريد أنه يشقى على أولاده بهذا الله. المواطنون المحتجون اتهموا عددا من أعضاء المجالس المحلية بمحاولة إيجاد أعمال فوضى بين المواطنين وخلق سوق سوداء يباع فيها الوقود بأسعار مضاعفة، وذلك لصالح مخربين يتبعون النظام البائد. بعد أن عانيت من الفساد المستشري في إدارة المجلس المحلي وذلك في جميع المرافق الحكومية وفي كل يوم، وصل الفساد إلى بيع البترول والديزل في السوق السوداء، ويتقاسم المسؤولون قيمة ذلك مع أصحاب المحطات ببيعه في السوق السوداء. المواطنون طالبوا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة سرعة التحرك لضبط هؤلاء المخربين وإقالة المجلس المحلي بالمديرية لقيامهم بالتستر والتواطؤ مع من يتهمونهم بإخفاء الوقود عن المديرية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية جبل رأس، محافظة الحديدة. ما زلنا أيضا في الحديدة وأيضا حول المشتقات النفطية، لكن هذه المرة قتل 3 أشخاص في اندلاع حريق هائل بشاحنة تحمل مشتقات نفطية تعرضت لحادث مروري في منطقة الدوار قرب مطار الحديدة. وقال مراسلنا أن الشاحنة اصطدمت بسيارة هايلوكس وهرعت سيارات المرور لإسعاف المصابين وانتشار القتلى، إلا أن الوقود بدأ يتسرب من الشاحنة لتشتعل قبل أن تأتي سيارات الإطفاء انفجرت، مما أدى إلى إحراق سيارتين ودراجتين ناريتين وسيارة نجدة. نظم عشرات المواطنين من أبناء الجعاشين وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب للمطالبة بالتحرك لحماية المعلمين والطلاب في مدرسة رعاش التابعة لمنطقتهم. وقدم المحتجون شكاوى اتهموا فيها عبد الملك محمد أحمد منصور نجل شيخ الجعاشين بالقدوم إلى مدرسة رعاش قبل يومين برفقة 30 مسلحا والاعتداء على مدرسي وطلاب المدرسة. كما طلب المحتجون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية التحرك لضبط المسلحين والتحقيق في هذه القضية. احتشد للمرة الثانية العديد من التربويين والتربويات من موظفي العام 2011 أمام مكتب التربية بمحافظة عدن، وذلك للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم المالية وتثبيتهم برقم وظيفي. وقال المحتجون إن مهلة 10 أيام التي تم الاتفاق عليها مع مكتب التربية قد انتهت دون تحقق ما وعدوا به، وأعلنوا الإضراب المتمثل بعدم تسليمهم الكشوفات الخاصة بدرجات الطلاب وعدم
المراقبة في الامتحانات حتى يتم صرف المستحقات وتسويتهم ماليا أسوة بزملائهم الذين سبقوهم. إلى حجة، حيث يشكو موظفو البحث الجنائي بالمحافظة من عدم توفر مبنى لمكتب البحث وانعدام الخدمات وتردي الإمكانات اللازمة لتنفيذ مهامهم، رغم التقارير المرفوعة إلى الجهات المعنية في السلطة المحلية ووزارة الداخلية خلال السنوات الماضية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في البحث الجنائي بمحافظة حجة لا تبدو الأمور كما يرام، فكما يقال الرسالة تقرأ من عنوانها. فأول ما وصلنا فوجئنا بجندي يحاول جاهدا فتح الطريق أمامنا في صورة تعكس مدى الإهمال الذي يتعرض له مكتب البحث الجنائي في المحافظة. الحقيقة لك بوابة حتى البحث، كل ما دخل سيارة نبزها هكذا حتى تدخل سيارة، وعندما دخل نرجع نبزها ونغلق البوابة. هيكل مبنى ضعيف تزحف عليه حتى الأشجار، بناء تقليدي وتشققات هدت كيانه وجعلته مهددا بالانهيار. وبمجرد دخولك المبنى لا ترى أي أثر يدل على أن المنشأة تتبع جهة رسمية، لولا تعارف دأب الناس عليه. ظلام دامس وخدمات متردية وغرف استبدلت أبوابها بستائر رثة ودهاليز تخشى على سلامة نفسك من أي ثعبان مفترس. والمصيبة الكبرى أن المعنيين هنا يقولون بأنها مكاتب ضباط يباشرون أعمالهم فيها. لا يوجد مولد كهربائي لإدارة البحث الجنائي، لا يوجد طقم لإدارة البحث الجنائي، لا يوجد اعتمادات مالية لإدارة البحث الجنائي. لا، كم نشكو وكم نعدد احتياجاتنا التي هي متطلبات عمل ومهام مناطبنا. كثيرة هي التقارير التي رفعت إلى الجهات المعنية لإيجاد البديل المناسب حسب ما يقول المختصون هنا، لكن دون جدوى. وإن وجدت مبادرة فلم تتجاوز 3 قطع سجاد أو تحايل على استراحة الضباط والجنود لمعالجة وضع السجن الاحتياطي. بالنسبة للوجود مبنى للبحث الجنائي، سنعمل على مخاطبة وزارة الداخلية على أساس إذا بالإمكان توفير مبنى مناسب، أو ما عندنا مانع أن يكون ضمن خططنا في الأعوام القادمة ورصدها ضمن موازنة السلطة المحلية في المحافظة بحسب إمكانياتنا التي سنعمل إن شاء الله على إدراجها. وضع يبعث على الحسرة والأسى لاستشراء الإهمال داخل المبنى وخارجه. حتى المواطنون الساكنون بجواره أحسوا بهذا الإهمال فحرصوا على مقابلتنا ليحكوا لنا المعاناة. احنا متضررين، ناس من المتضررين من جيران اصحاب البحث، يا من تولم سلاح ثقيل وتقوم وتحمي انفسهم ويحمونا ولا مشوا ولا يروحوا لهم. ايوه ولا يروحوا لهم. وبين مركزية وزارة الداخلية وخطة السلطة المحلية بالمحافظة أصبح مكتب البحث الجنائي رهين معاناة دائمة لا يمكن أن يتجاوزها إلا إذا استشعرت الجهات المختصة واجبها نحوه ليصبح مؤسسة رسمية تعكس واقع الدولة المدنية الحديثة. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. البحث في حجة بحاجة إلى بحث. ختام النشرة أعود للتذكير بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. أصدقاء اليمن يبدأون غدا اجتماعاتهم في لندن. الأمن القومي يكشف عن توجه استراتيجي لاجتثاث الانفلات الأمني. ووزير التربية والتعليم جاهزون لإجراء الاختبارات العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما، زوروا موقعنا على الانترنت sahail.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.